بنطلق حملة لترويج السياحي لمدينة إسنا. مدينة إسنا هي مدينة تاريخية مهمة تقع على حوالي 55 كيلو جنوب محافظة مدينة الأقصر، وهي مدينة ثرية جدا ومتنوعة جدا في المقاصد السياحية بتاعتها، تشمل معبد يوناني روماني وسط المدينة وآثار تعود للعصر القبطي والإسلامي والعصر الحديث، وبالتالي هي بتشكل تجربة فريدة جدا للزائر يقدر أن هو يزور المدينة ويشاهد يعني آثار ترجع لفترات مختلفة. بس كمان المهم أنه بيقدر أن هو يتعامل مع المجتمع بتاع المدينة نفسه، يقدر أن هو يتعرف على أهلها عن قرب، ودي تجربة بتبقى نادر أن هي بتحصل في قطاع السياحة في مصر. الحملة الترويجية لمدينة إسنا هدفها أن نزود معرفة الناس بالمعالم التاريخية الموجودة في إسنا، فلقد زرنا المدينة اليوم والجميع يعلم عن المعبد، ولكن هناك الكثير من المعالم التاريخية التي من الممكن زيارتها مع وجود الناس الذين يرشدون والمرحبين جدا، وشاهدنا وضع مختلف عن ذي قبل، فالمدينة بها معالم أثرية لا يعرف الكثيرون عنها، فعندما يعرف الزائرون ما هو موجود سيساعد ذلك على اجتذاب المزيد من الزائرين ليروا الجمال فيها ودعوة أصدقائهم للمجيء أيضاً.